للأسف الدولة مفلسة يعني. لبنان بلد الأرز، بلد فيروز، سويسرا الشرق وباريس العرب، كلها ألقاب لما نسمع فيها بنتخيل لبنان البحر والطبيعة والجمال والأغاني والثراء. لكن حالياً لبنان عكس هيك تماماً. من كم يوم انتشرت فيديوهات على الإنترنت لاشتباكات بين مواطنين لبنانيين على أبواب المحلات والأفران لحتى يقدروا يأمنوا رغيف خبز، والمشاهد أبداً ما كانت مستغربة، لأنه لبنان البلد يلي كانت تسمى بسويسرا الشرق اليوم مديونة بأكثر من 100 مليار دولار، و80% من الشعب اللبناني صار تحت خط الفقر. فكيف وصل الموضوع لهون؟ أنا حمزة عبد الرزاق، واليوم رح نحكي عن صعود وانهيار لبنان وعن الحروب والأزمات يلي دخلت فيهم. فإذا حابين تعرفوا القصة من بدايتها لليوم، لايك وسبسكرايب، فعلوا زر التنبيهات، وبسم الله يلا نبلش. كالعادة لحتى نفهم الموضوع من البداية لازم نرجع بالزمن لورا شوي. في بداية القرن الماضي كانت لبنان تحت الاحتلال الفرنسي، وعلى الرغم من انه لبنان كانت تحت الاحتلال إلا أنها كانت بلد مزدهر ومتحضر جدا، بلد متحضر لأبعد درجة، جامعات موجود ومدارس كثيرة، أدب على طب على موسيقى على فن على سياسة على جبران خليل جبران. لبنان كانت البلد يلي بيروحولها الناس لحتى يتعلموا هناك لحتى يشتغلوا هناك. ببساطة لبنان كانت جنة الله على الأرض. على الرغم من هذا كله لبنان كان موجود داخلها مشكلة، وهي المشكلة الكل كان شايف إنه صعب تنحل، والمشكلة كانت إنه لبنان البلد يلي حجمه صغير موجود فيه أكثر من 18 طائفة دينية، مسلمين سنة شيعة علويين، كان موجود يهود، موجود مسيحيين، موارنة، أرثوذكس، كاثوليك، ودروز وغيرهم كثير من الطوائف والأديان. لكن كل هاي الطوائف بفترة من الفترات كانوا عايشين داخل لبنان وما في أي مشكلة. لكن المشكلة بلشت تطلع بشكل واضح بعد استقلال لبنان في سنة 1946، وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية انسحبت القوات الفرنسية من لبنان، ورسمياً لبنان صارت بلد مستقل. لكن مين بده يحكم هسا؟ البلد فيها 18 طائفة، علشان هيك اجتمع قادة هاي الطوائف واتفقوا على توزيع السلطة حسب الدين والطائفة والأغلبية، واتفقوا على كالتالي: رئيس الدولة يكون مسيحي ماروني، ورئيس الحكومة يكون مسلم سني، ورئيس البرلمان يكون مسلم شيعي، وما يتم اتخاذ أي قرار مهم إلا باتفاق جميع هاي الطوائف. وللأمانة لغاية الآن ما في أي مشكلة، الرئيس مسيحي، رئيس الوزراء مسلم، النواب دروز، الكل قاعد بيشتغل لمصلحة لبنان. وفعلا لبنان ظلت مستمرة بالتقدم والازدهار، وبلشت تيجي الناس من جميع أنحاء العالم لحتى يتعلموا لحتى يشتغلوا أو لحتى يعملوا سياحة في البلد. وكانت من أشهر الأشياء يلي بتتميز فيها لبنان في هذاك الوقت هي البنوك. البنوك كانت موجودة بكثرة في لبنان عكس باقي الدول العربية يلي البنوك كانت فيها قليلة أو مش موجودة أصلا. وبسنة 1956 طلع محامي لبناني اسمه ريمون إده، وللأمانة ريمون يعني ما كان مجرد محامي، لأنه أبوه لريمون كان بفترة من الفترات رئيس لبنان، فريمون ابن الرئيس شخصيا. المهم ريمون قعد مع الحكومة اللبنانية في هذيك السنة وقال لهم: اسمعوا، أنا عندي لكم فكرة هتكسر الدنيا، فكرة ما حداش عملها في الوطن العربي. فقالوا له: هات ما عندك. ريمون قال لهم: أنا زلمة إلي كم سنة عايش في أوروبا ورحت على سويسرا، لما رحت على سويسرا شفت هناك البنوك عندهم ما يسمى بالسرية المصرفية، وبسبب هاي الفكرة كل أثرياء أوروبا وأثرياء العالم كامل بيجوا على سويسرا لحتى يحطوا فلوسهم بالبنوك اللي هناك. فالحكومة اللبنانية قالوا له: ممكن تحكي لنا إيش هي السرية المصرفية؟ فريمون قال لهم: يا أخوان، من اسمها سرية مصرفية، يعني أي واحد بيجي لحتى يحط فلوسه بالبنوك يلي في لبنان ما بنسأله من وين جايب هاي المصاري أو شو رح تعمل فيهم، لا أبدا، الأمور أبسط من هيك، بيجي بحط فلوسه بالبنك بنقول له شكرا، بنروح نستخدم فلوسه لحتى نعمل فيها مشاريع واستثمارات، والمشاريع والاستثمارات هاي بتخدم الدولة وبتعمل لنا سياحة أكبر والأمور حتصير زي الفل. فعلا يا سيدي العزيز، بنفس هذيك السنة يتم إقرار قانون
السرية المصرفية، والقانون هذا كان مفعوله زي السحر. البنوك في لبنان بظرف سنة واحدة بس زادت عدد الودائع فيها 5 أضعاف، يعني إذا كان يجيها 1,000,000 صار يجيها 5 مليون، إذا كان يجيهم 1,000,000,000 صار يجيهم 5 مليار. البنوك تملت بالمصاري، الدولة استخدمت هاي المصاري لحتى تعمل استثمارات، لحتى تجوب السياحة. اللبنانيين صاروا من أغنى العرب. ظلت الأمور تمام لغاية سنة 1958. بهاي السنة قامت عنا الوحدة بين مصر وسوريا. مصر وسوريا صاروا دولة واحدة تسمى الجمهورية العربية المتحدة. وهون اللبنانيين المسلمين طلعوا على الشارع وطالبوا الحكومة اللبنانية بالانضمام لهاي الوحدة. اوكي حلو، مصر وسوريا صاروا دولة واحدة، الجمهورية العربية المتحدة، والمسلمين اللبنانيين كانوا شايفين هاي الفكرة فكرة خرافية، لازم ننضم معهم، واخيرا صار في عنا وحدة عربية. بينما المسيحيين اللبنانيين كانوا رافضين هذا الاشي تماما، وكانوا مايلين لجهة الغرب وامريكا اكثر. فهون المسلمين في لبنان قالك هيك صارت؟ هيك صارت يعني؟ ما بدكم وحدة مع مصر وسوريا؟ طيب ماشي. وراحوا مجايبين اسلحة وطالعين على الشوارع. يقال انه الاسلحة طلبوها من النظام السوري، وفعلا وصلتهم الاسلحة وتمردوا على المسيحيين اللبنانيين، وصارت حرب اهلية بين المسيحيين والمسلمين، لكنها كانت حرب اهلية على الضيق. ما استمرت كثير بسبب انه الرئيس اللبناني في هذاك الوقت كميل شمعون طلب من امريكا التدخل لحماية المسيحيين في لبنان، وفعلا استجاب الرئيس الامريكي ايزنهاور وبعث 14,000 جندي امريكي لحماية مطار وميناء بيروت وقمع المطالبين بالوحدة مع مصر وسوريا. وفعلا امريكا نجحت ورجع الهدوء والاستقرار للبنان، وبنقدر نحكي انه هاي المرة عدت على خير. وبعد اقل من 10 سنين، وتحديدا سنة 1967، قامت الحرب في فلسطين، الموضوع يلي ادى لهجرة عشرات الالاف من الفلسطينيين للبنان، فزاد عدد المسلمين هناك. الموضوع هذا ازعج بعض المسيحيين، فبلشت تصير اشتباكات بين المسلمين والمسيحيين والمقاومين الفلسطينيين. وعلى الرغم من انه كان في شوية توتر بين المسيحيين والمسلمين والمقاومة الفلسطينية يلي كانت مسلحة، الا انه لغاية الان الامور تحت السيطرة تقريبا. وبسنة 1968 المقاومة الفلسطينية شنت هجوم على طيارة اسرائيلية في مدينة اثينا في اليونان، فراحت اسرائيل كنوع من الرد وضربت مطار بيروت. فهون اللبنانيين قال لك دقيق، الفلسطينيين ضربوكم في اثينا في نص اوروبا، انتوا جايين تردوها علينا تضربوا المطار تاعنا؟ فكان الرد من اسرائيل انها ضربت مواقع للمقاومة الفلسطينية. وهون رجع الانقسام بين اللبنانيين، لكن هاي المرة بشكل اكبر. جزء كبير من اللبنانيين كان رافض وجود المقاومة الفلسطينية على ارضه، وبرضه كمان جزء كبير كان يدعمهم. وبلشت اجواء الحرب داخل لبنان تنتشر، وزادت عدد الاشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين والجيش اللبناني، لغاية ما الرئيس المصري جمال عبد الناصر قعد مع ممثل المقاومة الفلسطينية ياسر عرفات، وقال له معلش يا عم عرفات، احنا مش النية الحرب اسرائيل، احنا هنحارب بعض. فياسر عرفات استجاب لمطالب عبد الناصر ووعده بانهاء اي خلافات بين المقاومة والجيش اللبناني، وفعلا هديت الامور كم سنة، لكن هذا كان هدوء ما قبل العاصفة. في يوم 13 ابريل من سنة 1975 تعرض رئيس حزب الكتائب اللبناني المسيحي بيار جميل لمحاولة اغتيال، لكنه ما مات. الزلمة نجا بأعجوبه بعد ما انقتل 2 من حراسه الشخصيين، وتم اتهام المقاومة الفلسطينية انهم وراء محاولة اغتيال بيار جميل. فراح مجموعة من المسيحيين اطلقوا النار على باص كان موجود فيه مجموعة من الفلسطينيين في طريقهم لبيتهم داخل المخيم، وهي الحادثة كانت نتيجتها مقتل 27 فلسطيني في منطقة عين الرمان. ومن بعد هاي الحادثة عينك ما تشوف إلا النور. بلشت الحرب الأهلية في جميع أنحاء لبنان، الشوارع تعبت بالمسلحين وتعبت بالجثث والدم. الحرب الأهلية في لبنان ما كانت بين مسلم ومسيحي أو مسلم سني مسلم شيعي، الموضوع كان أوسع من هيك بكثير. الحرب الأهلية في لبنان استمرت 15 سنة، 15 سنة مدة طويلة جدا. الحرب العالمية الثانية قعدت 6 سنين، الحرب الأهلية في لبنان قعدت 15 سنة. فبكل فترة من فترات الحرب رح تلاقي ناس متحالفين مع بعض، ولو تطلع عليهم بفترة ثانية رح تلاقيهم أعداء وبيحاربوا في بعض. القتل كان بيصير بشكل عشوائي وبشكل جماعي
ولأسباب تافهة جدا. وبعد 15 سنة حرب وتحديدا بسنة 1989 اجت المملكة العربية السعودية وجابت كل الأطراف يلي قاعدين بتحاربوا في لبنان وحطتهم بمدينة الطائف غرب السعودية. السعودية هون قالت لهم معلش لكم 15 سنة بتتحاربوا ما زهقتوا، ايش في 15 سنة حرب حرفيا رجعت لبنان 1500 سنة لورا. 15 سنة حرب راح ضحيتهم لا يقل عن 150 ألف قتيل و300 ألف مصاب و17 ألف مفقود لغاية اليوم. وفوق هيك تهجر أكثر من مليون شخص من بلد عدد سكانه في هذاك الوقت 3 مليون بس. فعلشان هيك انعمل اتفاق الطائف وأعلن عن انتهاء الحرب الأهلية في لبنان في سنة 1989. وهون لبنان طلعت من الحرب اقتصادها متدمر على الآخر، لكن لحسن الحظ كان في ناس تساعد. السعودية ودول الخليج قدموا مساعدات مالية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، كذلك سوريا اللي احتضنت لاجئين لبنانيين، وبرضه كمان الأردن قدمت مساعدات طبية لمصابين الحرب. وهيك بنقدر نحكي الحمد لله الحرب الأهلية في لبنان خلصت. فعلشان الحرب خلصت وبدنا نبلش من جديد، تم انتخاب رئيس جديد للبنان. وهون صراحة مش عارف شو أقول لك، لأنه بعد 7 أيام بس تم اغتيال الرئيس اللبناني الجديد عن طريق تفجير موكبه في بيروت. ومن بعدها حاولوا اللبنانيين إنهم يرجعوا يوقفوا على رجليهم كمان مرة. وهون استلم رئاسة الوزراء شخص محبوب عند اللبنان، لأنه كان له دور كبير بإنهاء الحرب الأهلية، وبرضه كمان له دور كبير بإعادة إعمار لبنان. هذا الشخص هو رفيق الحريري، رفيق بفترة وجيزة قدر إنه يقنع كثير دول إنهم يرجعوا يستثمروا في لبنان، وفعلا له أمور كانت ماشية على الطريق الصحيح. لكن من الواضح إنه في شخص أو أشخاص مو من مصلحتهم إنه لبنان ترجع على الطريق الصح، لأنه في يوم 14 فبراير من سنة 2005 تم اغتيال رفيق الحريري في بيروت عن طريق تفجير 1800 كيلو جرام من الـ TNT. من الواضح انه يلي اختار رفيق الحريري كان حاقد عليه جدا، لانه قتله وقتل معاه 21 شخص. بعد اغتيال رفيق الحريري اجت حكومات الشعب اللبناني وصفها بانها حكومات فاسدة ما قدرت تتصرف بالشكل الصحيح، كونه بفترة الحرب انت قاعد بتستهلك بدون انتاج، فبالتالي راح تضطر انك تتداين حق اللي بتستهلكه. فعلشان هيك وصلت لبنان لمرحلة سيئة من ناحية الديون، والكل كان عنده شوية امل انه لبنان ترجع توقف على رجليها. وعلى عكس جميع التوقعات تشتعل حرب جديدة في لبنان، وهاي المرة بين حزب الله واسرائيل. الحرب استمرت مدة شهر واحد إلا إنها تركت لبنان بحالة دمار فظيعة. وصلنا لسنة 2011، بهاي السنة قامت الحرب في سوريا وأكثر من 1 مليون سوري لجأوا للبنان. وهنا الحكومة اللبنانية بلشت تستخدم اللاجئين السوريين كشماعة لتدهور الاقتصاد في لبنان. الدين واصل 90 مليار، معلش عنا لاجئين سوريين وقاعدين بندفع عليهم. لكن بالحقيقة سبب الانهيار بشكل أساسي هو الفساد الحكومي نفسه. ومن بعد أزمة اللاجئين السوريين بكم سنة دخلت لبنان بأزمة النفايات المشهورة، وهون الحكومة اللبنانية خلصت كل أفكارها لإنقاذ اقتصاد لبنان. فعلشان هيك رفعوا الضرائب على البنزين وعلى الدخان وعلى الكهرباء وعلى الواتساب. فهون الشعب اللبناني انجن، قال لك يا عمي لهون وبس. وطلع الآلاف من اللبنانيين بالشوارع في أواخر سنة 2019. نحن لبنان اللي اخترع الكهرباء للعالم، لبنان اللي اخترع على الكهرباء وما عندنا كهرباء بعد لهلا. بس كيف بدك تحاسب؟ كيف بدنا نحاسب بقى نشيلهم كلهم؟ وكان شعارهم كلهم يعني كلهم، يعني الكل يروح. لكن اجت جائحة كورونا والشعب اللبناني هو اللي روح على بيته وصار في حظر شامل. وبعد كم شهر من هاي الاحداث وصلنا للقشة يلي قسمت ظهر البعير. مش بس قسمت ظهر البعير، هي فجرته كله. في يوم 4 اغسطس من سنة 2020 انفجر 2700 طن من نيترات الامونيوم يلي كانت مخزنة في مرفأ بيروت. الانفجار كان كبير، كان شبه قنبلة نووية. هذا الانفجار راح ضحيته 218 شخص وأكثر من 7000 مصاب، وهاي كانت بالنسبة للخسائر البشرية. أما بالنسبة للخسائر المادية فالانفجار كلف الحكومة اللبنانية أكثر من 15 مليار دولار. بيروت حرفيا اتدمرت، السيارات، المطاعم، الفنادق، الشركات. والمصيبة الأكبر إنه كل هاي الأشياء اللي اتدمرت هو فعليا كان في ناس قاعدين بيشتغلوا فيها، الفنادق والمنتجعات والشركات. فحرفيا خلال ثانية كل هاي الناس صاروا بدون شغل وبدون وظيفة. تحديدا
150 ألف لبناني خسروا وظائفهم بسبب انفجار مرفأ بيروت، ومن بعد هذا الانفجار الاقتصاد انهار على الآخر. الليرة اللبنانية خسرت 90% من قيمتها قدام الدولار، و80% من الشعب اللبناني صار تحت خط الفقر، والمواد الأساسية بطلت موجودة بالسوق، والكهرباء صارت تيجي لمدة ساعتين باليوم بس، لغاية ما وصلنا لسنة 2022. فيطلع نائب رئيس الحكومة لحتى يعلن عن إفلاس الدولة اللبنانية. للأسف الدولة مفلسة. خلطوا الحابل بالنابل، فلتوا الفارب بستاني، على من جايب أفلامك ولا عمره بنتساوى. مشكل تقني مشكل كتبه فوق بتحسب بنص الصنعة، مشكل ما تجمع نسترجع تحسب جمعة. ضابط إيقاعك ملتوش نسامع دفعوك فعوك فعوك فرق بتكون خضلك فاصل قهوة ودمعة. سمعت لك آخر تسجيل ثم يتغنى البجع على كتفي راسي التجع من